ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدات الأعزاء، والفقرة دي معمولة عشانكم، وطبعا دي كانت نتيجة تساؤلاتكم الكثيرة. اتكلمنا قبل كده عن تقنية الميكروبليدنج، وحضراتكم كتير منكم اللي ما فهمش أو ما سمعش الحلقة كويس طلب إن احنا نجدد اللقاء ونتكلم عن نفس التقنية. طبعا يعني الحواجب مهمة جدا للوش، لأن هي الإطار اللي بيحدد وشنا وبيحدد جمال وشنا. كمان الشفايف مهمة جدا إن احنا بنحددها وبنعمل لها شكل جميل. دلوقتي في تقنيات هايلة جدا ومميزة جدا، هذه التقنيات طلعت إن هم يعملوا لكم ميك اب ثابت تنامي وتقومي بيه، يعني مش تنامي تدخلي عليه بالميك اب يبقى فرحان وأول ما تشيليه يتخض، لا ما تقلقيش هتنامي وتقومي جميلة وزي القمر. هنعرف أكتر وأكتر عن هذه التقنية وعن الميك اب الثابت من خبيرة التجميل اللي منورانا النهاردة، جيسي صاحبة بيوتي سنتر. جيسي بنرحب بحضرتك. ميرسي يا فندم. بس شكرا. انت منورانا النهارده، اللي متاخره على الهوا. معلش انا اسفه والله الطريق، معلش. الحمد لله على سلامتك يا حبيبه قلبي. تسلمي يا رب. ايه بقى موضوع الميك اب الثابت اللي مش بيتشال، والمايكرو بليدنج، تقنيه المايكرو بليدنج؟ تقنيه المايكرو بليدنج دي تقنيه هير باي هير، شعره بشعره. بنبدا ناخد شكل الحاجب، بنعالج اي ديفو فيه، بنعالج اي مشكله فيه، لان طبعا الحاجب هو اطار المراه طبعا. أكيد. فلازم يظهر باحلى واشيك شكل. طبعا بنوفر عليها وقت كتير، بالذات لما تكون موظفة او مثلا شغالة او ايا كان ست او ليها مكانها او شغلها، فلازم طبعا يكون اطار حواجبها بشكل حلو جدا. أكيد. لان طبعا الحواجب دي حاجة ابراز الوش كله طبعا. فتقنية الهير باي هير شعرة بشعرة، بنبدأ ناخد مقاس الحاجب ونرسم شكل الحاجب، وانا جايبه الماتيريال معايا النهارده عشان اشرح لكم بشكل عملي. انت جايبه لنا حاجات جميله قوي، وبعدين كمان احنا نزلنا الصور الجميله اللي انت عاملاها. مشاهدينا الاعزاء، انت شايفين دلوقتي الشغل الهايل اللي بتعمله خبيره التجميل جيسي، بجد انت هايله. ميرسي يا فندم. لا شغل حلو جدا ما شاء الله. اللهم بارك. طيب احنا قلت لنا يعني الميكرو الاول كانوا بيعملوا تاتو بيبقى جزء واحد، وتحسي ان الموضوع ارتفيشال قوي، كان شادو كامل في الحاجب كده. تمام. لكن تقنيه المايكرو بليدنج جميله ان هي بتبان طبيعيه جدا لانها هير باي هير. تمام. طيب قولي لنا بقى الحاجات الجميله اللي بتستخدميها دي. ده ماتيريال كريمي امريكي. ده المشرط اللي احنا بنستخدمه في الشغل بتاعنا، وده قلم الميكرو بليدنج. لا ثواني، مشرط انت يعني هو في دم هيقع دلوقتي؟ لا مش دم، يعني احنا بنشتغل على طبقه سطحيه جدا، لان أيوة. هو مؤقت مش دايم. مؤخر. مش بيختلط بالدم. يعني بيقعد قد ايه؟ بيقعد ساي من سنه لسنه ونص. طب جميل جدا، سنه هايل. ولو عايزه مده اطول ممكن بنعمل ريتاتش بعد مثلا 8 شهور. طب انا عايزه اعرف بقى لما بتعمليه، هل الكلاينت اللي عندك بتتألم؟ لا طبعا بيبقى فيه بينج كويس. أيوة. ولو نسبه التألم بنسبه مثلا 30%. ممتاز جدا. طيب قبل ما نقوم ونجرب بقى على الموديل اللي منورانا، عامله ايه؟ اسمك ايه؟ سمرين. اهلا بيكي يا حبيبتي. طيب قبل ما نقوم وتجرب بقى على الموديل اللي منشرفانا النهارده، عرفينا المايكرو بليدنج بس بستخدمه للحواجب ولا ينفع استخدمه في اماكن تانية؟ لا طبعا المايكرو بليدنج مخصص للحواجب فقط. ممتاز، لان انا سمعت ان هو بيتعمل بيه بيبي هير وكده. مش قوي يعني، مش مشهورة عندنا قوي هنا في مصر عامة يعني. ممتاز. لكن هو تخصصه حواجب. ممتاز. طيب انتي عندي عرفت برضو من الصور الجميله اللي معروضه دلوقتي على الشاشه، بتعملي توريد للشفايف، يعني انا اقوم من النوم حاطه روج. بالظبط. ايه الجمال ده؟ طبعا دي حاجه بتوفر طبعا عليكي في كل حاجه يعني. دي حاجه، بصي عامه التاتو ما خلاش مشكله خلاص لاي حد، تمام؟ لاي مراه ما خلالهاش مشكله. تقدري تعملي رموش دايمه، تقدري نكثف رموشك الطبيعيه ونتقلها، نقدر نعمل ميكرو بليدنج، نقدر نعمل اي لاينر ثابت، كحل ثابت، كنترول للشفايف، توريد للشفايف. كل الحاجات دي سهله وبسيطه ومش محتاجه مجهود ولا محتاجه مصاريف كتيره. لا الله عليك، يعني انا ممكن اعمل اي لاينر بدل ما مره بظبطه والمره الثانيه ببوظه. طبعا اعمل اي لاينر ثابت مع حد بروفيشنال زي حضرتك. تخرجي تحطي ميك اب في اي وقت، الاي لاينر والكحل معاكي دايما. ممتاز.
وكمان كونتورنج للشفايف بالزبط. يعني واحده شفايفها صغيره ممكن تكبرها بالكونتور بالظبط، ممكن نبرزها ونكبرها بشكل لذيذ قوي، بشكل لطيف وبالوان لطيفه جدا. ممتاز. وتوريد بقى الشفايف بيبقى برضو احبار امريكيه؟ طبعا طبعا في انواع كتير للاحبار، بس طبعا يفضل الاحبار الامريكيه. يعني في احبار معينه انا برتاح معاها في الشغل، انا جربت احبار كتير وفي منها بيجيب مشاكل وفي منها ما بيجيبش نتيجه حلوه، لكن انا جربت الاحبار الامريكي يعني كويسه جدا. طيب ممكن نقوم بقى ايه نشتغل على الموديل كده واحنا بنتكلم برضه. اوكي. نعرف بس الطريقه عشان المشاهدات كده يطمئنوا. طبعا الواحده فينا عايزه ايه غير ان دايما وشها يبقى جميل؟ طبعا انا جايبه لكم النهارده خبير التجميل، بس مش اي خبير التجميل، جيسي مميزه في شغلها بجد وشهاده كل اللي اشتغلوا معاها، ولو دخلتوا حتى على صفحتها على الفيسبوك هتلاقوا قد ايه البنات مبسوطه والسيدات مبسوطه للتعامل. الحاجه معموله بنظافه، متجاب انضف حبر، يعني انت بتدخلي في جسمك مش اي حاجه، بتدخلي في جسمك انضف حاجه، لان احنا ممكن نسترخص في بلوزه حلوه عجبتنا ولا دريس جميل، ولكن ما ينفعش نسترخص او نقلل من الكواليتي بتاعت الحاجه اللي داخله جسمنا. هنشوف دلوقتي مع جيسي الهايله الطريقه الجميله اللي احنا بنعمل بيها دلوقتي المايكرو بليدنج. احنا ده القلم اللي ده قلم المايكرو بليدنج. احنا كده بنفتح القلم تمام، وده المشرط بتاعنا. ثانيه واحده. انت تعرف ان اول مره حد يطلع معايا على الهوا يعمل مايكرو بليدنج؟ كله بيجي يعمل سهل قوي. انا شغلي ما بياخدش حرفيا في حواجبك 10 دقائق. ما شاء الله 10 دقائق بكون مخلصه حواجبك. اللهم بارك. تمام، بنحط المشرط هنا كده بالشكل ده كده. ثانيه واحده نفتحه خالص. وانتي بتركبيه كده بالراحه قولي لنا نصيحه تقوليها للعرايس، واحده هتتجوز. لا طبعا انصحها بالتاتو الدايم، ميك اب فول، ميك اب كمان. ممتاز. فول يعني ميك اب دايم طبعا. ممتاز. هتبقى لتي في كل اوقاتها. طبعا طبعا طبعا. دلوقتي احنا مثلا ركبنا المشرط كده في القلم. ممتاز. بنبدا ناخد مثلا حبر زي كده تمام، نفتح العلبه ناخد منها حبر ونبدا نشتغل شكل هير باي هير، نمشي مع الشعرايه، نمشي شعره شعره بالظبط بالظبط. هي زي كده بالظبط. انا كنت عامله اول سيشن ولسه ريتاتش ما عملناهوش، بنمشي شعره شعره كده زي شعره الحاجب. بنحفظ. انت عايزه تقولي لي ما شاء الله ده مش شعر حواجبها الطبيعي؟ لا لا لا، ده مايكرو بليدنج. احنا ده اول سيشن كمان ما عملناش الريتاتش بتاعه. اللي يشوف يقول شعر طبيعي جدا. برافو عليكي ما شاء الله، تسلم ايديكي بجد. فطبعا بنبدا نرسم، طبعا بناخد الاول نحدد مقاس الحاجب تمام. أيوة. بنوحد المقاسين بتوعه، بنوحد الشكل، ونبدا ناخد من ورا كده من عند ديل الحاجب، نبدا نرسم شعره شعره هير باي هير من فوق، ونقابلها من تحت بعكسها هير باي هير برضه. لا وانا عاجبني برضو فيكي ان انت سايبه لها مسافه حلوه ما بين الحاجبين. طبعا عشان يبان حاجه ناتشونال جدا، لان في ناس بيعملوه بصراحه انا شفته كان عامله الموديل اكنها ابو لهب جايبه الشعر من اول. لا طبعا لازم يكون الحاجب بشكل طبيعي جدا عشان انت لما تشوفيني ما تحسيش ان انا عامله اي حاجه في حواجبي. فعلا شكله ناتشرال جدا. ممتاز، برافو عليكي، تسلم ايديكي يا رب. بتقولي لي كمان ان انت عندك، اتفضلي استريحي. ميرسي، شكرا. بتقولي لي كمان ان انت عندك في البيوتي سنتر بتعملوا بتعملوا كمان الرموش. تمام. يعني الرموش اللي احنا بنشتريها وبنلزقها. تمام. زي اللي انا حطاها دي مثلا. تمام تمام. دي انا بحطها كل مره بتوجع لي عينيا. طبعا. زي طيب. ان هي بتاذي رموشك الطبيعيه. فعلا. يعني بتيجي تشيليها تلاقي رموشك دايما بتطلع فيها وبتقل بقى مع الوقت رموشك بتقل الطبيعيه. بتقل كثافه رموشي الطبيعيه. تمام. وكمان عينيا بتوجعني. بالظبط. الجلو ده مضر جدا. مش كل انواع الجلو. يعني بس هو دايما الجلو مؤذي للعين عامه يعني لان هي حاجه لازقه في العين. أكيد. حاجه تقيله على العين. اكيد. طيب الرموش بقى اللي حضرتك بتركبيها، بتركبيها جوه الجفن نفسه؟ لا، بنركبها ما بين الرمش والرمش، بتبان طبيعيه خالص. بالظبط بالظبط. ما شاء الله. طيب بتقدموا ايه تاني في بيوتي سنتر جيسي؟ وبعدين بما انك جيت لنا النهارده يبقى لازم اوفرز لكل المشاهدات اللي قاعدين قدامنا دلوقتي. انا محضره مفاجاه جامده جدا. ايوه. عامله اوفر خاص ل 70%. ميكرو 70%. اكسكيوز مي؟ 70%. 70%. يعني انا هدفع 30 بس؟ يس يس. ما شاء الله. الميكرو بليدنج نازل عندي بدل 900 جنيه 300 جنيه بس. مايكرو بليدنج يقعد سنه ونص ب 300 جنيه؟ يس. مستنيين ايه؟ الحقوا العرض. الارقام موجوده على الشاشه، وكمان العناوين العنوان موجود على الشاشه،
بسرعه اتصلوا والحقوا العرض. العرض ده هيقعد كتير ولا معمول لنا احنا بس؟ لا العرض ده معمول لمده شهر. لمده شهر تمام. عشان خاطر برنامج هي وايه ده؟ طبعا طبعا. ومشاهدات هي وايه ده؟ عشان كل الناس تشوف براحتها وتلحق العرض براحتها وما نبقاش مستعجلين في اي حاجه. رائع. في اي عروض تانيه؟ بصي انا من فتره للتانيه بحب اعمل عروض حلوه قوي، بحب ابسط العملاء بتوعي. دايما انتظري مني كل جديد وكل عروض تعجب العملاء كلها وتبسط كل الناس. ربنا يسعد قلبك زي ما انت بتسعدي قلوب الناس. وقد ايه نبقى مبسوطين لما نلاقي ما شاء الله خبير التجميل فاهمه في الوشوش، بتشتغل الشغل الراقي اللي يعتبر دلوقتي عالمي لان دي تقنيه عالميه حاليا. طبعا طبعا. فانا ببقى مبسوطه جدا لما بجيب كده ست ناجحه وشاطره وفنانه في شغلها ومميزه زي حضرتك. بجد نورتينا. ميرسي يا فندم حضرتك. ميرسي. شكرا. في نهاية فقرتنا مشاهدينا الأعزاء بنشكر خبيرة التجميل المميزة جدا 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 جيسي، صاحبة بيوتي سنتر جيسي. البيوتي سنتر موجود عنوانه على الشاشة وكمان الأرقام موجودة على الشاشة. ما تستنوش، ما تفوتوش العروض، اتصلوا بيها على طول وروحوا واعملوا ميك اب دائم، تفضلي جميلة في عينيه ما يقولش هي اتغيرت كده ليه، وحافظي على جمالك دايما عشان يفضل على طول يحبك. مشاهدي الأعزاء وصلنا خلاص لنهاية فقرتنا ونهاية حلقتنا. الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعة جدا. أشوفكم الحلقة الجاية. بشوفكم على خير.